أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المهم الذي يطلع به الإعلام والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيون، وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها، مشيرا إلى أن للإعلام دورا كبيرا في نقل الصورة الصحيحة للرأي العام حول التحديات التي تواجه الدولة. وخلال اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الكتاب والصحفيين في مقر رئاسة مجلس الوزراء بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أكد مدبولي حرص الحكومة على الاستجابة السريعة لكل ما يثار بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من آراء، وكذلك ما يتعلق بشكاوى المواطنين، إلى جانب تفنيد ما يثار من شائعات من خلال الرد الفوري عليها. كما شرح رئيس الوزراء للإعلاميين والصحفيين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تكليفها بالمسؤولية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والنهوض بأداء كافة قطاعات الدولة جنبا إلى جنب، والتي أسهمت في رفع معدل النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وأشادت به المؤسسات الدولية. كما أوضح مدبولي جهود الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، وكذلك جهودها نحو ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بها ضمن خطة التحول الرقمي ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية. يأتي لقاء رئيس الوزراء مع الإعلاميين في إطار رغبة الحكومة في التواصل المستمر مع ممثلي وسائل الإعلام وصناع الرأي وإجراء حوارات معهم بكل شفافية وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم في إطار ترسيخ الدولة لمبدأ حرية الرأي والتعبير. كما تأتي هذه اللقاءات تنفيذا لسعي الدولة لإجراء حوار مجتمعي موضوعي قائم على تبادل الرؤى بين المسؤولين وممثلي كافة الاتجاهات ومنها وسائل الإعلام بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أولى حوارات من القاهرة هذه الليلة. بدأت الحكومة الحقيقة التواصل مع الإعلام بشكل مختلف، وتواصل الحكومة مع الإعلام يعني التواصل مع الشارع، يعني التعرف على القضايا والتحديات التي تهم المواطن بشكل مختلف. بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخميس الماضي سلسلة من اللقاءات مع الكتاب والصحفيين والإعلاميين، وهي استكمل هذه اللقاءات الحقيقة بيناقش معهم كل القضايا التي تهم المواطن بشكل مختلف. هو ده التواصل الحقيقي مع الشارع، هو ده التواصل مع هموم الناس. طيب للمزيد برحب مع حضراتكم بضيفي في هذا الحوار الأستاذ محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة. أستاذ محمد منورني، أهلا وسهلا. مساء الخير، أهلا بيك. هذا التوجه من قبل الحكومة حضرتك بتشوفه في هذا التوقيت إزاي؟ خليني يعني نتكلم الأول على أنه اللي بدأ ده سيادة الرئيس صحيح يوم الأربع بعد افتتاح مزرعة الإنتاج الحيواني اللي بتقام على 500 فدان، بتشمل مزرعة و يعني المذبح، مجزر آلي ومصنع لتصنيع اللحوم. بعد الافتتاحات حرص سيادة الرئيس أنه يلتقي برؤساء التحرير ومحرري الرئاسة اللي كانوا في الجولة. استمر لقاء سيادة الرئيس معانا حوالي 45 دقيقة. سيادة الرئيس كان يعني قال كل اللي عايز يسأل سؤال يسأله. القضية مش في السؤال صحيح، لكن القضية في التوجه أنه لما يكون رأس الدولة هو بيفتح الحوار وعايز يسمع من رؤساء التحرير والصحفيين اللي بيدور في أذهانهم واللي بيعكس نبض الشارع. تمام، فده اهتمام القيادة السياسية. أتبع ذلك أول لقاء مع دولة رئيس الوزراء مع عدد من رؤساء التحرير والكتاب. اللقاء الأولاني كان يوم الخميس
شمل تنوع في الصحف، كان في صحف قومية وصحف حزبية وصحف خاصة. الصحف القومية كانت بتمثلها الأخبار والأهرام والجمهورية، الصحف الخاصة كانت الشروق، الوطن، اليوم السابع، الصحف الحزبية كان حزب الوفد، وكان في كتاب ممثلين لكافة الطوائف. ده بيعكس أنه الدولة حريصة على الاستماع لكافة وجهات النظر، مش في فصيل معين عايزين نسمعه، لا، في فرصة لفتح الحوار المجتمعي من خلال رؤساء التحرير والصحفيين والكتاب. كان حاضر الاجتماع برضو السيد وزير الإعلام، وأعتقد أن ده أول اجتماع صحيح، وحضروا رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. الاجتماع زي ما التقرير قال، هو الحقيقة قبل ما نسيب النقطة دي أنا بس عايز أركز مع حضرتك على الجزء اللي سيادتك أشرتي ليه، أن الاجتماع كان فيه مجموعة من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة. فكرة التنوع، الآراء المختلفة، أن مش أنت مع الحكومة فأنت موجود كرئيس تحرير صحف قومية، لا، أنت كمان جايب الصحف الحزبية، جايب الصحف الخاصة عشان تستمع إلى وجهات النظر المختلفة. هذا هو العقل المستنير في إدارة الإعلام في أي دولة متحضرة بتسعى إلى الاستماع إلى الآخرين. رأي حضرتك في النقطة دي قبل ما ننتقل إلى بقية التفاصيل. والله هي نقطة بتعكس التوجه، توجه الدولة ككل. صحيح. يعني سيادة الرئيس لما ابتدى أول فترة للرئاسة قال إن أنا مش هعمل حزب سياسي، أنا الظهير السياسي بتاعي الشعب. صحيح. ده كان هدفه إيه أو الحكمة منه إيه؟ كان الحكمة منه إن سيادة الرئيس لا مع ولا ضد، سيادة الرئيس على مسافة واحدة من كل الأطياف السياسية عشان يدي الفرصة لكل الأطياف السياسية أنها تعمل بحرية وتعمل بنشاط دون الانحياز إلى حزب رئيس أو حزب ضد الرئيس. صحيح. يعني وشفنا كمان عناصر تم اختيارها من أحزاب، يعني مش عايز أقول معارضة ولكن أحزاب مختلفة يعني كانت تمام. موجودة على الساحة، ويمكن أكد عليه سيادة الرئيس قبل كده. تمام. طب برجع للحوار تاني، حاجة بتشوف أهمية هذا الحوار إيه؟ أهمية هذا الحوار أنه إحنا بنستمع لكافة الآراء، كافة الآراء اللي مع واللي ضد. حتى اللي ضد طالما الحوار بيدور حوالين هدف واحد هو مصلحة مصر. صحيح. فالدولة بتستمع للجميع دون إقصاء لأي رأي. صحيح. طالما هذا الرأي رأي وطني، رأي يهدف إلى مصلحة البلد أو مناقشة هموم وطنية أو مشروعات قومية أو ما إلى ذلك. تمام. يعني هناك ترحيب بكل الأراء، وده برضو تواصل للدعوة اللي وجهها سيادة الرئيس في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فيما يتعلق بالشأن العام. والشأن العام يعني فلسفته إنه الناس كلها تقعد مع بعض نستمع لجميع الآراء، رياضيين وصحفيين واقتصاديين وسياسيين والشباب في الجامعة والشباب خارج الجامعة، جميع الجمعيات الأهلية. ده لما يحصل حوار مجتمعي، يحصل عصف ذهني للأفكار، هتلاقي في تولد أفكار كتيرة جدا. ويمكن ده برضو خلينا نعرج على ما حدث في مؤتمرات الشباب. يعني مؤتمرات الشباب ابتدت بفكرة صغيرة ثم تطورت، ثم تطورت أكثر لتشمل الشباب العالم، حتى الفلسفة بتاعتها إنه بالنسبة مثلا لشباب العالم، شباب العالم كانت الشعار بتاعها الرئيسي هو انه انا ما يهمنيش انت جاي من اني بلد، ما يهمنيش لونك ايه، ما يهمنيش دينك ايه، ما يهمنيش جنسك ايه. حتى لما كانت في دعوه من احدى الملهمات انه يتعمل منتدى موازي للفتيات، وكان في البعض بيقول ليه مش الفتيات وبتاع، سيادة الرئيس لما كان بيقول التوصيات قال احنا هدفنا الرئيسي هو ان احنا نذوب جميعا تحت بوتقة واحدة، الشباب معناه شباب
بنات وولاد. فإن أنا أعمل ده مش عايزين نفتت المسألة، فدي فلسفة واضحة للقيادة السياسية إن إحنا بنستمع لكافة الآراء دون تمييز ودون إنحياز. عظيم. القضايا المثارة في مثل هذه الحوارات، القضايا هتبقى قضايا متنوعة، يعني مفيش جدول محطوط إحنا هنتكلم في هذه القضية أو في هذه القضية أو أسئلة معلبة أو جاهزة سابقة التجهيز. كل واحد بيطرح الأفكار وبيطرح الأسئلة بلا أي رقابة وبلا أي توجيه. كل واحد بيقول ما يحلو له وما يعني له. أنا عايز أسأل في الاقتصاد هسأل، عندي سؤال في السياسة هسأل، سؤال خارجي هسأل، سؤال داخلي هسأل. الإجابات حتى اللي قالها دولة رئيس الوزراء كانت إجابات تتسم بالشفافية الشديدة، زي ما كانت الأسئلة تتسم بالشجاعة. يعني صحيح. الأسئلة كانت شجاعة، الزملاء جميعا طرحوا كل الأسئلة اللي بتهم رجل الشارع. يعني اتكلموا في الاقتصاد، اتكلموا في المشاكل اللي موجودة في الوزارات المختلفة، في الأسعار، في الكلام اللي بيقوله الناس. يعني أنا أبرز ما 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 شفته مثلا الكلام اللي بيتقال على إن مصر بتعمل اتصالات جديدة مع صندوق النقد. فكل الناس رجل الشارع العادي يقولك صندوق النقد معناه إنه إحنا هناخد قروض جديدة. فمعالي رئيس الوزراء حسم المسألة، قال إحنا مش هناخد قروض جديدة، إحنا اتصالاتنا مع صندوق النقد بتتمحور حوالين إن إحنا عايزين استشارات فنية فيما يتعلق بالصناعة اللي إحنا ماشيين فيها دلوقتي بخطى حسيسة. البنك المركزي أسقط حوالي 30 مليار من فوائد الديون، في تشجيع للصناعات الصغيرة، في أراضي بتطرح ببلاش بس المستثمر هيدفع فقط الترفيق وهيدفعه بالتقسيط بفايدة 7% بس. فكل دي حاجات الناس ما يعرفوهاش، فاتفتحت أثناء الحديث وأثناء الحوار. الناس قالوا وإحنا الديون بتاعتنا بتأثر علينا، رئيس الوزراء كان صريح جدا قال لا، الديون بتاعتنا في المستوى الآمن وإحنا بنحاول، الديون الخارجية أقصد الديون الخارجية، وإن إحنا خلال الفترة اللي جاية هنخفض هذه الديون إلى أدنى مستوى. اتكلم سيادة معالي رئيس الوزراء على حاجة مهمة جدا بتشغل بال الناس، يعني اللي أنا بقوله لك ده اللي بيشغل بال الناس. هو إيه المشروعات الإسكان اللي عمالها تعملها الدولة؟ طب وهل الدولة بتخش منافس للقطاع الخاص؟ وبالتالي الأسعار بتغلى؟ ده الكلام اللي الناس بتقوله بالفعل، اللي الناس كلها بتقوله. فكان حاسم رئيس الوزراء وقال إحنا بنحتاج، لازم وإحنا بنتكلم في أي موضوع زي ما سيادة الرئيس بيركز دايما، خلينا مذاكرين، يعني خلينا نذاكر وما نقولش كلام عن عنا ده عن ده 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 ده، وخصوصا الصحفيين والإعلاميين. هو إحنا محتاجين كام شقة كل سنة؟ محتاجين كام وحدة؟ مصر محتاجة 700,000 وحدة سنويا. القطاع الخاص بيعمل كام؟ بيعمل كام؟ ده السؤال. القطاع الخاص بيعمل فقط 40,000. طب مين اللي هيسد الفكوة دي؟ اللي موجودة على مدار سنين، لا ما بين 70، ما بين 40 و 700. مين اللي هيسد الفجوة دي؟ كان لازم الدولة تخش علشان تعمل ده. رئيس معالي رئيس الوزراء ركز على حاجة مهمة جدا، ان خلاص بقى فيه تشبع في السوق على الشقق والوحدات الفاخرة. القطاع الخاص مش عايز يخش في الوحدات المتوسطة عشان مش هيكسب كتير، عشان مكسبها أقل ومشاكلها كتير بالنسبة لك. لا مكسبها أقل، يعني أي القطاع الخاص زي ما عارفين كلنا هو بيعمل إيه؟ بياخد الأرض وبيعلن عن المشروع وبياخد فلوس يبني بيها، يبني بيها، بياخد الفرق ليه؟ مكسب. محدش من الطبقة المتوسطة بيقدر يدفع هذه المقدمات، مقدم بالضبط، مقدما يعني. إذن فالدولة داخلة مسار إجباري لازم تخش في ده. فالبعض يقول لا دي الدولة هتخش منافس، لا مش داخلة منافس، داخلة داعم ومساعد.
عندما يستطيع القطاع الخاص أن يشبع السوق ب 700 ألف وحدة سنوية، الدولة هترفع أيديها عن المسألة. وعندما يمتد القطاع الخاص لجميع فئات الشعب، الدولة هتسحب إيديها. لكن الدولة ما تقدرش ما تخشش عشان تساعد بحدود الدخل، ما تقدرش ما تخشش عشان الطبقة المتوسطة. فده دور حاسم في الدولة. فطبعا احنا عارفين احنا بنتعرض لإشاعات ايه، وبنتعرض لهجوم ازاي من قشر اللي موجودين، فبيحاولوا يخفوا بعض المعلومات علشان الرسالة تروح للناس غلط. لا، هو كمان ساعات ممكن ياخد حاجة صح ويبني عليها قصة كبيرة، يعني ممكن طبعاً ياخد مشروع من المشروعات اللي بتقوم بيها الدولة كإسكان فاخر، فيظهر للناس ان كله ده طبعاً ان ده الشغل الكبير. ده دور الإعلام. يعني هو ده دور الإعلام. لا، وكمان الأهم دور الحكومة انها توضح للإعلام من خلال مثل هذه اللقاءات، ثم تنقل هذه اللقاءات للمواطن بشكل مختلف. وده كانت الحكمة من او فلسفة إعادة دور وزير الإعلام. ده كلام مظبوط. انه انا دلوقتي كإعلامي او كصحفي او ككاتب، أنا لازم أبني المقال بتاعي أو الموضوع بتاعي على معلومات صحيحة، كلام. وإلا الكلام كله هيبقى غلط. فمسألة حرية تدفق المعلومات هي دي بدايتها، بداية بالزبط. إن في وزير إعلام، بداية إنه في كمان دينامو، يعني وزير الإعلام هنا بيلعب دور الدينامو الحقيقي. حتى ده تم طرحه في اللقاء. إنه هو أنتوا رجعتوا وزير الإعلام ليه؟ يعني كان في من الشجاعة والحرية انه لا، انا مش رايح زي ما بيقولوا بطبل لرئيس وزير الاعلام، لا ده انا بقول انتوا جايبينه ليه، وهو قاعد. فتم الرد. يعني كانت المسألة فيها شفافية من كل الاطراف، عشان كل الاطراف عايزين يوصلوا الى نقطة محددة هي مصلحة، وكلام واضح، وكلام يبقى واضح وشفاف، وكلام منشور ومنشور في كل الجرايد بكل الطوائف، خاص حزبي قومي، عشان ما حدش يقول لا ده القومي هم اللي بيعملوا كذا. تمام. رغم ان حتى مسألة كلمة القومي، يعني مسألة التصنيف، انا مش مع التصنيف. انت اما تيجي تتكلم على اعلام او تتكلم على صحافة، ما تصنفوش هو اعلام خاص ولا اعلام قومي ولا اعلام حزبي. انت تقول هذا الاعلام صادق ومحايد ووطني ولا لا، بالظبط، أو غير أيا كان. أنا ما بوصفكش. يعني زي ما احنا بنقول في الشباب، أنا عايز شباب من غير ما أشوفه ده جاي منين، مرجعيته إيه، أنا ده أبيض ولا أسود، مسلم ولا مسيحي ولا بوذي ولا هندي ولا أي حاجة، أبيض ولا أسود، ولد ولا بنت. فاحنا بنتكلم على الإعلام دلوقتي، ودي أعتقد إنها أول الخطوات إن احنا نبتدي الشعب نفسه والقارئ نفسه والمواطن نفسه يبتدي يتعامل مع الإعلام ويحدد قبوله لهذه الصحيفة أو لهذه القناة أو لهذا الموقع من خلال المعلومة الصحيحة، ومن خلال الحياد بتاعه، ومن خلال توجهه الوطني. ودي مسألة مهمة جدا. يعني في حياد لكن لا حياد في القضاء الوطني. أكيد مفيهاش حياد، في انحياز. احنا منحازين للقضايا الوطنية. ربما يكون برضو حاجة مهمة جدا قالها معالي دولة رئيس الوزراء، الزيادة السكانية اللي احنا فيها. الزيادة السكانية احنا بنزيد 2.4 مليون، يعني 2,400,000 كل سنة. 2.4 مليون دول يلتهموا أي تنمية، اي شغل انت بتعمله ضايع، اي تنميه. يعني اذا كانت الدوله فيها تسارع 100% في ظل الزياده السكانيه دي، ده انت عايز 120%. يعني مساله محتاجه نظره من كل الناس، ما هي في الاخر دي بلدنا. فاحنا لازم يبقى في نظره مختلفه لمسائل الشخصنه. وده أرجع تاني للشأن العام. كان الهدف من الشأن العام إيه؟ إن إحنا بنتكلم في شأن عام مش شأن خاص، عندما يكون كل واحد مننا بيتعامل مع القضية على إنها شأن عام مش شأن خاص. لما كلنا نتعامل عن إيه ده شأن عام، إن دي بتاعتنا كلنا وإن دي قضيتنا كلنا، الدنيا هتختلف وإحنا ماشيين في الطريق الصح.
كان في إجابة برضو ما فيهاش أي مواربة إنه هي الأسعار انخفضت ولا ما انخفضتش. الأسعار انخفضت لكن حتى لما أحد الزملاء سأل سيادة الرئيس على الأسعار، الرئيس عينه دايما على محدود الدخل، فقال حتى بعد الأسعار دي ما انخفضت لا الأسعار لازم تنخفض تاني علشان في ناس لسه لحد دلوقتي، وده يأكد ان سيادة الرئيس عينه دايما على اللي مالوش صوت، المحدود الدخل اللي هو بيمثلهم، يعني اللي هو بيمثلهم. احنا مفيش شرايح، مش انا بتعامل مع رجال الاعمال ولا بتعامل مع الناس الاغنياء او الناس اللي هم صوت، لا بتعامل مع كل الشرايح. معالي رئيس الوزراء قال انه احنا عشان نزود المرتبات، اتكلم في زيادة المرتبات تمام، الجهاز الحكومي فيه كام واحد؟ فيه 5 مليون واحد. الخمسة مليون دول هل احنا محتاجين الخمسة مليون؟ احنا محتاجين فقط 2 مليون. إذن فالثلاثة مليون دول زيادة وعبء على الجهاز الإداري بتاع الدولة. فبما إنه عبء يبقى أنا اللي محتاجهم الاثنين مليون، لو كانوا الاثنين بس مليون هم اللي موجودين، شوف مرتبات دول كانت هتبقى إيه. صحيح. وفي نفس الوقت يكون عندي إمكانية زود. وفي نفس الوقت عشان ما حصلش لبس، قال الدولة ملتزمة بحقوق كل الناس دي، عشان مش حد يطلع ويقول ياخد جزء يكتزئ الجمله من سياقها، فالحكومه هترفد الناس. مش هترفد الناس ولا حاجه، ده بيوضح صوره، يعني دي مساله خريطه انا بحطها قدام الناس عشان يبقى كل واحد عارف، كل واحد عارف ان هو لما يجي يتخرج اعمل حسابك ان انت لازم يكون عندك تالنت، عندك موهبه، عندك حاجه جديده بتضيفها للسوق، مش انت رايح داخل الجامعه والدوله هي اللي هتعينك. نورتني في هذا الحوار، سعيد بكل هذه المعلومات، بشكرك جدا. الأستاذ محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، نورتني في هذا الحوار، أنا بشكرك جدا. شكرا جزيلا. بعد قليل مشاهدينا الكرام هيكون عندنا حوار ثاني. طبعا حضراتكم متابعين اهتمام مصر الكبير بالقضية الليبية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال بالرئيس الأمريكي وأجرى كمان اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تطورات الأوضاع المتعلقة بالشأن الليبي. هيكون معنا في هذا الحوار بعد قليل الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. بعد قليل ابقوا معنا.